على بركة الله مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، ينطلق شوطنا الذي خصص للزمول المحليات العصائر. ناخذ المقدمة والمركز الأول. مشوش اللي على المركز الأول السيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما المركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام القادم شاهين محمد بن راشد بن حليس. اما المركز الثالث يتواجد اللي هو الهمال لعامر بن قانوش العامري، والمركز الخامس او المركز الرابع يتواجد مسندم راشد بن سعيد المهيري. هكذا تحدي هذا الشوط. المركز الخامس هناك ايضا اسماء قادمه، المركز الخامس والسادس. نعود الى صداره الشوط. Yeah.
نعود مع مقدمة الشوط ونعود مع المركز الأول مع البداية والصدار مشوش محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني ثاني المراكز مسندم راشد بن سعيد بن محمد المهيري يقدم لنا أيضا مسندم المركز الثالث ثالث المراكز اللي قادم الهمال قادم على المركز الثالث عامر بن قانوش بن محمد العامري والمركز الرابع مياس أحمد بن عبد الله بالطير العامري يقدم لنا مياس على المركز الرابع والمركز الخامس خامس المراكز نتأخر ونرى الأسماء القادمة على المركز الخامس شعار بن حبروت اللي واصل مشاهدينا الكرام في خامس المراكز يتواجد والحاضر اللي هو عجيب محمد بن سالم بن حبروت الاكتبي وهناك على المركز السادس بعيد عنا خلونا مع الصدارة ومع المركز الأول نعود مع الصدارة نعود مع المركز الأول نعود مع مشوش على الصدارة مشوش اللي على المركز الأول للسيد محمد بن سهيل بن عويضان العامري يحمل رقم 5 ويبغي يسجل النقطة 5 في هذا الصباح محمد بن سهيل بن عويضان العامري الله يا أبو حمد الله يا الكنج الله يا أبو حمد ممثل ند الشبا الدايم عملاق ند الشبا الحاضر على الصدارة المركز الثاني يتواجد فيه والحاضر على المركز الثاني مشاهدينا الكرام يتواجد اليوم سندم السيد راشد بن محمد بن مروشد راشد بن سعيد بن محمد بن مروشد المركز الثالث الهمال عامر بن قانوش ولكن خلاص بن عويضان أصدر أوامره أبو حمد أصدر أوامره وراح مع المركز الأول مع هذا الحضور مع هذا التواجد الكبير مع حضور وبالفعل وإنجاز مميز إنجاز بعد إنجاز حضور بعد حضور وأيضا النقطة 5 على التوالي معك يا أبو حمد تهانينا والناموس محمد بن سهيل بن عويضان العامري المركز الثاني السيد راشد بن سعيد بن مروشد المركز الثالث لسيد عامر بن قانوش ورابع المراكز مع بن حبروت التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام
عشر دقائق وعشرين ثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن سهيل بن عويضان عامري على فوز مشوش بهذا الشوط.